كانت فكرة الابليكيشن انه نعمل اتصال مباشر ما بين الطواقم الطبية مع الصليب الاحمر منشان نعمل على تسهيل عملية التنسيق الامني، والابليكيشن بيعمل على ارجاع داتابيس كاملة لعمليات التنسيق الامني اللي تمت من خلاله. احنا كانت فكرتنا عبارة عن تطبيق موبايل بيتكون من جانبين، الجانب الاول استشاري وخدماتي، بيقدم خدمات في القانون الدولي الانساني، وقسم دورات تدريبية في مجال القانون. الكثير من النساء طبعاً أثبتوا أنفسهم في هذا المجال، وهذا دليل على أنه المرأة قادرة تتفوق وتنجح في مجال التكنولوجيا. الفوز كان بسبب روح العمل الجماعية اللي بيننا، وباعتقادي حتى لو كان الفريق كلياته بنات كان ممكن يفوز، لأنه الأساس بالفوز هو بتكون تكمل بروح العمل الجماعية وتوافق بالفريق واختلاف الأفكار اللي بيننا. احنا كنا فريق متنوع المهارات مناسب لإنجاز هذه الفكرة، ولهيك احنا تعاوننا وكنا مصرين على النجاح. رغم التحديات اللي بتواجهها المرأة من خلال المجتمع، من خلال محيطها، وكمان من خلال الشكل الأساسي اللي هو الاحتلال، إلا انها ممكن توصل لمراحل عالمية وتفتح شركات وتكون قادرة انها تكون بمناطق فيها قيادة وإبداع. طبعا احنا بنواجه تحديات، مثلا احنا بنقدر نربط مع شركات خارجية، لكن اللي بمنعنا من إننا نكمل عملنا عدم توفر القطع الإلكترونية اللازمة والموارد بسبب الانغلاق ومنع دخولها إلينا.